السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للجماعة اللي معترضين على الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيقولوا ايه اللي هو بيقوله دوت، هو قال لكم اللي يغلى ما تشتروهوش، اللي يغلى ما تشتروهوش، فانتوا بتتريقوا. خليكم ناس فهمانة كده، اللي يغلى ما تشتروهوش. اسمعوا كلام الراجل ده بيفهم. يعني الطماطم ام 20 جنيه دي لو تقلتوا عليها اسبوع وجيبوا ام صلصه، يعني برطمان الصلصه مش هيخرب بيتكم اسبوع. روقوا على حالكم كده يا مصريين، تعبانين انتوا. تعملوا ايه؟ تبطلوا طماطم، اشتروا ايه؟ صلصه هاينز، فاين فودز، بتنجانودز، اي حاجه اسمها طماطوز. اشتروا طماطم عصير، المعجون، الصلصه، اشتروا صلصه، اشتروا صلصة اسبوع، اسبوع صلصة، اسبوع صلصة يا زوات الرأس المنتفخة. انتوا دماغاتكم دي ما اعرفش انتوا جاب. اسمعوا كلام السيسي شوية، ما هو الراجل عمال يزبط اهو، بيزبط صح، يزبط ولا لا؟ بطلوا قوطة اسبوع، هتفعص وهتنتن في الحر ده وهيرخصوا تمنها غصب عنهم. افهموا بقى شوية رؤوس منتفخة. ده انتوا شعب يحتار له العقول، مالكوش كتالوج. سلام، شوفكم في فيديو جديد، خد راحتك.